النهارده تم رفع 125 مليون متر مكعب من الرمال. النهارده هنكمل 70% من اعمال الحفر اللي جت في قناه السويس الجديده. زي ما حضراتكم شايفين كده ده الموقع الرئيسي اللي اطلق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاره البدء لتنفيذ قناه السويس الجديده. النهارده المجرى الملاحي للقناه ظاهر ضفتين زي ما اعمال الحفر المياه ظهرت في بعض المواقع. النهارده نقدر نقول بكل ثقه ان الحلم المصري الكبير بدأ يتحقق على أرض الواقع.